السلام عليكم، رجعت لكم فيديو جديد. الفيديو اليوم كان السعر هاتف اوبو رينو 8. ما شفت الهاتف هذا ناظر عليه، تسوي ديرو جيم فيديو واشتركوا في القناة اذا مكنتوش مشتركين. الانستغرام تاعي تلقاو في الوصف ديالي ابوني. وين بدا تليفون جديد بدا يتوفر في الاسواق الجزائرية، ايوا الاوبو رينو 8 نسخة 4G ماشي نسخة 5G، كاين زوج نسخ. نبدأ بمواصفات تاع التليفون هذا من ناحية الشكل. الشكل تاعو اللي كاين فرق بينه وبين الشكل تاع 4G و 5G، فرق تاع الشكل تاع 5G. هاد المرة ما داروهمش بنفس الشكل، كان فرق كبير كامل في الشكل ماشي صغير. بالنسبة هذا هو الشكل تاع رينو ويت 4G. بالنسبة الشاشة اللي يجي بيها، يجي بشاشة أموليد 90 هرتز، حجم تاعها 6.43 انش، بطبقة حماية باندا غلاس. بالنسبة للبروسيسور يجي بيه جي بي سناب دراغون 680 و جي بي يو ادرينو 610. بالنسبة للكاميرات يجي بكاميرا سي 64 ميجا بيكسل، تصور حتى في 80p. ما في المواصفات مكتبين ما تصورش 60 فريم، سما كاميرا تاعو ماشي قوية بزاف، حاجة عادية. نعيد الفيديو. بالنسبة للسيلفي كاميرا كيف كيف، جيب 32 ميجا بيكسل. بالنسبة للباتري تاع التيفون هذا، تجي باتري 4500 ملي أمبير، 33 واط، شحن سريع، ماشي تدي مدة كبيرة باش يشحن هذا. بالنسبة للبري تاعو، السعر تاعو شوية غالي مقارنة بالمواصفات اللي يعطيهم لك. حاليا السعر تاعو راهو يدير 8.5 ملايين، نسخة 8 راه 256 جيجا، ممكن ينخفض البري تاعو هذا كي يزيد يتوفر في الأسواق. حاليا البري تاعو راه 8.5 ملايين، ممكن اكثر ممكن قل. النسخة 8 راه 256 جيجا، اللي هي النسخة الوحيدة في التليفون هذا. ايوا هذا غادي اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وتفتكم به. كيما قلت لكم ديروا جيم فيديو واشتركوا في القناة اذا ماكنتوش مشتركين. الانستغرام تلقاو في صحبي لي ابوني، قولوا لي شحال حابين نشوف فيديوهات جاية، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. والسلام عليكم.